كيف تشعل شرارة الحرب في المنطقة العربية اللي متخطط لها من سنين أن الحرب العالمية الثالثة ستكون في منطقة الشرق الأوسط؟ ليه؟ لأن منطقة الشرق الأوسط هي دلوقتي مركز الثروات، مركز موارد الطاقة القادمة، مركز سلال الغذاء القادمة. حين أن الدولار نفسه، هم عارفين نفسهم أن الدولار نفسه على وشك الانهيار، واللي بيحصل كله ده خديعة. هم حولوا احتياطاتهم لذهب من حوالي سنتين، وأظن كانت روسيا، يعني جميع الخبراء الماليين عارفين أن روسيا احتياطاتهم لذهب. نعم. للأسف إن جميع الدول العربية، ها، أمريكا من ضمن الخدع اللي عملها إن هي موحدة أسعار الطاقة إنها تكون محصورة بالدولار، ده قانون. وفي نفس الوقت الدول العربية تأخذ مقابل بترولها، بتأخذ سندات دولارية واستثمارات في أمريكا والكلام ده كله. وقت ما ينهار الدولار مفيش حد هياخد حاجة، وهم عارفين الانهيار الوشيك للدولار. علشان كده دكتورة في كلام بيدور حتى في المنطقة العربية وأسئلة الشارع العادي. يمكن حضرتك بتتكلمي كلام مهم، لأن الشارع العربي بيحب يفهم إيه اللي بيدور حواليه، لأن احنا عشنا تاريخ طويل مع الحروب مع العدو الصهيوني. هل القواعد العسكرية اللي موجودة في المنطقة العربية، أنا بكلم الكلام درج الشارع بيقوله، القواعد العسكرية اللي موجودة الأمريكية اللي موجودة في المنطقة العربية والمنطقة الخليجية اللي محوطة الخليج العربي كله والمنطقة العربية بشكل الوطن العربي كله، هل ده له صلة باللي حضرتك بتقوليه أن هناك حروب مزمع وجودها في المنطقة الفترة اللي جاية؟ يعني طبعا بالتأكيد، يعني لما دول الخليج، وبدون ذكر أسماء، يصل آخر صفقات سلاح تتعدى 200 مليار دولار، ها؟ ده مش جاي هباء، يعني ده مش جاي هباء، إضافة لأكبر القواعد العسكرية في المنطقة. ليه؟ لأن الجميع عارف إن الحرب العالمية الثالثة هم بانتظار إشعال شرارتها من المنطقة، وللأسف إن هي بيتحضر إنها تكون حرب كبرى، يعني هيتم فيها ضربات صورية، وبعد كده هيحصل، هم مجهزين أصلاً. يعني أنت مش ملاحظ إن حالياً في كذا جبهة تم تكوينها على الأرض ومحدش عارف مصدر الجبهات دي بدون ذكر أسماء؟ كذا جبهة مكونة تحت أسامي جهادية وتحت أسامي مش عارفة إيه، شمال المغرب العربي وكذا، كل دي جبهات مكونة. كان معمول إن بدايات الحرب العالمية من نهاية 2011 في 2012، فتم إفشال أكثر من خطة. يعني مثلا صمود مثلا النظام الروسي مع التعاون الكتلة مع إيران مع روسيا والصين لبقاء مصالح معينة، في تم إفشال أكثر من خطة كانت هتوقد الحرب أو شرارة الحرب في المنطقة. أيوه. فأنت محتاج لعمل قوي أمام العالم، يعني تقوم عامل ضربة أمام العالم، تخض العالم بحيث أن أنت تدي لنفسك ذريعة لإشعال حرارة الحرب، شرارة الحرب، إشعال شرارة الحرب اللي أنت مخطط لها على مدى عقود طويلة.